أهلا بكم في ثقافة ومعلومة. معلومتنا النهاردة عن أبواب الجنة وأهلها. الجنة هي المكان الذي أعده الله تعالى لعباده المؤمنين الموحدين بعد بعثهم وحسابهم، وهي دار النعيم الذي لا يشوبه نقص، فيها الأنهار والعيون والأشجار والثمار وكل ما ينعم به الإنسان، وهي درجات متفاوتة أعلاها الفردوس الأعلى. تحت عرش الرحمن مفتاحها لا إله إلا الله محمد رسول الله والأعمال الصالحة، أول من يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بعد أن يشفع للمؤمنين بدخوله. أبواب الجنة 8 أبواب. باب الصلاة وهو باب المصلين، باب الصدقة وهو باب المتصدقين وأهل الزكاة، باب الجهاد وهو باب المجاهدين في سبيل الله، باب الريان وهو الباب الذي يدخل منه الصائمون، باب الأيمن وهو باب الشفاعة، باب التوبة وهو باب التائبين، وهو مفتوح منذ بداية الخلق ولا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فيغلق ويفتح يوم القيامة. باب القازمين الغيظ، باب الحج وهو لحجاج بيت الله الحرام. وهنتعرف دلوقتي على أهل الجنة. صفات الرجال من أهل الجنة: يبعثهم الله على صورة أبيهم آدم في 33 من العمر كيوسف وكقلب أيوب ولسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينامون ولا يموتون. أما صفات النساء من أهل الجنة فهم نوعين: الحور العين، وهن مخلوقات لأهل الجنة من الرجال، وصفهن الله في كتابه العزيز في سورة الرحمن والواقعة والصفات، وهن نساء مشرقات ناعمات جميلات. أما نساء الدنيا المؤمنات اللواتي يدخلن الجنة برحمة الله، هن ملكات الجنة وأشرف وأكمل وأفضل وأجمل من حور العين، وقد أعد الله لهن قصور ونعيم، وأعطاهن الله شبابا دائما. أما الغلمان وهم خدم الجنة الصغار، وهم خلق من خلق الجنة، وهم من تمام النعيم لأهلها، ورؤيتهم تبعث المسرة في القلوب. أما المولودون في الجنة وهم رحمة من الله لمن حرمه من الإنجاب في الدنيا. أبواب السعادة كثيرة، ولكن أحيانا البشر يقفون عند الباب المغلق ولا ينتبهون إلى الأبواب الأخرى المفتوحة. ودي كانت معلومتنا النهاردة عن أبواب الجنة وأهلها. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.